السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. لا حديث هذا اليوم من داخل دوار بوشفع غيات الغربية إلا عن اعتقال مول الكونغو وليد لا بالتصريح ديالو من السلطات الأمنية سيرة الدرك الملكي، ولكي يحاول أنه يتهم فيها أب وأم هشام في قضية الاختفاء. فقبل ما نبداو في الموضوع كنتمنى انكم تعملوا لايك والبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد اخواني اخواتي. فبحرقة كبيرة كنتبعوا منذ البداية حتى الان هذه القضية ديال اختفاء هذا الطفل الصغير، وكل مرة كنحاولوا الكشف على الحقيقة من المصادر دوار بوشفعاغيات الغربية لعل وعسى باش نفرحوا بعودة هشام اللي هو الضحية الوحيد إخواني أخواتي في هذه الجريمة اللي خلقت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني، ولكن للأسف لا جديد ولا خبر مفرح لحد الآن. وهذا الشيء اللي كنحاول أنني نأكد لكم إخواني أخواتي في هذا المنبر. فالخبر اللي توصلنا به الوحيد بخصوص هذه القضية اللي فيها لغز كبير لم يتم التوصل إلى حله لحد الآن من طرف السلطات سيرة الدرك الملكي، اللي كنحييهم من هذا المنبر على المجهودات الجبار اللي قايمين بها باش يفكوا هذا اللغز اللي استعصى على الجميع. وكما شفتوا الأخبار الكثيرة الكثيرة اللي كنشوفوها عبر المنابر الإعلامية، يعني اللي كنشوفوا كل مرة خبر، والخبر الأخير اللي كنا توصلنا به هو أن واحد السيدة شراته بمدينة الدار البيضاء بثمن 20 مليون، ولكن هذا الخبر للأسف إخواني أخواتي خبر مغلوط. وهذا الخبر اللي حاولت أن ديك الشوفة اللي كانت توارت الأنظار وهي اللي كتحاول أنها يعني تعطي هذا الخبر باش السلطات الأمنية تشوش على الخبر وانهم متوصلوش الى حل هذا الفك لهذا اللغز اللي كما ذكرت انه استعصى على الجميع. لكن بعد الابحاث المعمقه والاتعاب ديال السلطات الامنيه واللي جرت منذ البدايه لم تاخذ راس الخيط الحقيقي. فاليوم تصريح مول الكونغو الكحله، يعني هذا الخبر صراحه اخواني اخواتي يعني هذه اسبوع تقريبا، يعني اهل العريس اللي قالوا انه كاين واحد السياره كانت قدام المنزل وكانت فيها يعني الاخت العروسه يعني واحد الصديقه ديالهم، وانهم كما قالوا اهل العريس ما كيعرفوش اصلا هذا السيد. اكيد ان هذا مول الكونغو هو من عائله ديال العروسه، هادشي اللي استنتجنا. ولكن هناك لغز ربما سوف يتم فكه عما قريب بحول الله. فمول الكونغو اخواني اخواتي اللي كيحاول انه يبرأ راسه من هاد التهمه ديال هاد الاختطاف هشام، وكيتهم يعني الوالده ديال هشام بضلوعها في الاختفاء ولدها، واكد ان الاب والام هم اللي خطوا لهذا القضية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فكنتمنوا أن هاد التصريحين كيحاولوا أن هاد الناس يبعدوا جميع التهم يعني اللي ملفقة لهم، وأنهم ربما يعني غتبان الحقيقة عما قريب بخصوص هاد الاختفاء المفاجئ واللي مر عليه أكثر من شهرين، يعني غادي ندخلين في 3 أشهر، ولكن لحد الآن لم يتم فك هاد اللغز. فالسؤال المطروح إخواني أخواتي إذا كنتو كتشاطروني هاد السؤال، فعلاش تخطف هشام وما تخطفش طفل آخر؟ يعني هذا هو السؤال المطروح، يعني خصكم أنكم تجاوبوا وتقولوا علاش تخطف يعني هشام ولكن ما تخطفش طفل اخر. اللغز موجود وحاضر بين العائلتين، يعني هاد اللغز يعني راهو غير بين العائلتين، يعني من جهه اخرى يجب البحث في الماضي ديال هاد العائلتين
سواء دون استواء، يعني سواء لعائلة العريس أو لعائلة العروس. إخوان أخواتي، خصوصا يعني كانت مجموعة من الاتهامات، يعني أصابع الاتهام كتشير إلى خو العريس وكذلك خو يعني العريس، خصوصا بعد الكشف، يعني بعد ما تفضحوا ديك الطريقة المهينة اللي كانوا حاولوا انهم يجروا على العروس من بيت الزوجيه، يعني من داخل البريكات، باش يعيطوا يعني الاب ديالها، يعني حتى البريكات وخليهم، يعني قالوا لي انا هزت بنتك راه منحوسه وجبنا غير العار. وهناك كيتبين لينا انه فعلا اهل العريس كيحاولوا انهم يدرقوا او كيحاولوا انهم يبعدوا ديك جميع التهم بخصوص اختفاء طفل هشام. ويمكن أن نطرح سؤال آخر، هو من له مصلحة في الاختطاف ديال هشام؟ شكون اللي عنده هاد المصلحة كاملة في اختطاف هشام؟ هنا لازم فتح واحد الرقم أخضر، يعني هذه غير اقتراح، أنه تم فتح رقم أخضر لكل من له معلومة كتفيد في إيجاد هشام. يعني كاين اللي خايف صراحة، كاين اللي خايف على حياته من هاد العصابة، لأن هاد العصابة خطيرة وخطيرة جدا. يعني كيف يعقل أن هشام تهز يعني في ديك ليلة الجموع والأم ديالو اللي كانت داخلة في البيت، يعني كتاكل كما جاء النساء الأم ديال العريس، كتاكل الدجاج يعني وفرحانة يعني وكاع ما مسوقة، كذلك الأب ديالو ما مسوقش. هنا فين تارت مجموعة من الشكوك، يعني الناس اللي كيحاولوا انهم يجيبوا المعلومات راهم خايفين، خصوصا انهم في ديك الطوار، يعني الناس مازال ما عارفينش القانون، ما عارفين يعني ما يخافوش على راسهم، ما كانتش معلومه يدلو بها كما دلو بها مؤخرا، وكنا نحاولوا اننا ننشروا عبر المواقع التواصل في القناه ديالنا المتواضعه. ولا ننسى البحث جيدا مع الضيوف اخواني اخواتي، دوك الضيوف اللي جاوا من مدن بعيده حتى هما لازم البحث معهم، اكيد عندهم شي سر اللي غيفك هاد اللغز، وهم معروفون كذلك. يعني هاد الناس اللي كانوا حضروا صراحه حتى هما خصهم البحث معهم في هاد القضيه، اكيد شي واحد راه عارف ولكن خايف على راسو، خايف على حياته، لان هاد الشيء ولات فيه عصابه كما تخطف هشام، حتى هما خايفين انهم يتم اختطاف ديالهم من طرف هاد العصابه. اكيد كما كنقولوا الرب عزيز عند الله سبحانه وتعالى، إلا كان مات هشام فغتبان جوتا، غتبان جوتا، وخا دوز 6 سنوات، دوز 20 عام، دوز 30 عام، ولكن غيبان هشام. ولكن حنا بغينا هاد القضية يتم فك اللغز ديالها قريبا بحول الله، والبوادر ديال هاد فك هاد اللغز يعني راه هي قريبة إن شاء الله. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم في هذا الموضوع في انتظار ما هو جديد، يعني أترجاكم أنكم تعملوا لايك وبرتاج هذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.